إقبال كثيف وطلب واسع النطاق، هذا ما يشهده سوق المستلزمات البرية والبحرية، والذي يشهد أيضا انتعاشا ملحوظا وارتفاعا في المبيعات، الأمر الذي يساهم بشكل كبير بنمو الاقتصاد المحلي وزيادة مؤشر القوى الشرائية في البلاد. دائما هذا سوق مهم، لأن الشاب بالنهاية هو شاب قاعد يمارس هوايات، وأغلب الهوايات هنا بالكويت عندنا يا برية يا بحرية، وهذا السوق قاعد ينتج فعلا. يعني احنا قاعد نلاحظ في السنوات الأخيرة قاعد يزيد أعداد الشركات، قاعد تزيد. حتى احنا لما بنسوي المعرض قاعد يطلبون منا شركات خارجية أن تشارك في الكويت، لأن من كثر ما هو سوق مهم ويحتاج إلى يحتاج إلى توسع ومنافسة أكثر. المعارض وبرأي بعض المهتمين تلعب دورا مميزا بتقديم أفضل العروض والأسعار في مجال الرحلات البرية والبحرية. يعني المكان هذا يعني هو حق المتنافسين، جميع الشركات والبراندات، وكل من يد لبدلوه، يعني كل من عنده أغراض يجيبها، ودعم يكون المنتجات الكويتية والخليجية. يعني أنا ما شاء الله قاعد أشوف فيه منتجات خليجية من برا الكويت. يعني أشوف المعرض يعني أغراض البر وأغراض البحر، والأسعار صراحة حيل زينة، يعني الخصومات ويعني الخصومات زينة، يعني الأسعار أفضل من اللي تأخذه بالمحل. هني توفر لك، أنت قاعد توفر لك تقريبا ربع القيمة. هذا الإقبال اللافت وحسب المختصين شجع شركات عدة بالدخول في تصنيع المنتجات الجديدة والخاصة بمستلزمات البر والبحر، إلى جانب استيراد الخيام وإكسسوارات الرحلات البرية والبحرية، والتي تعرض آخر ما أنتج في السوق العالمية. عبد الله العنزي، قناة الأخبار.